يا مساء الفل عليكم. لايف اول مره اعمله في حياتي، لايف من داخل المباراه اثناء المباراه وهي شغاله، وسايب شغل عشان اعمل اللايف ده دلوقتي. امام الواقعه بتاعت امام عاشور بالظبط، عشان ما يعني انا مش فاهم، في ناس بتتطول وناس بتقول انا يعني انا سايب الشغل بتاعي عشان يعني تتشرح بسرعه قبل ما اسلف. احنا عندنا ناس يعني زملكاويه اكتر من هم اهلاويه بصراحه، يعني الموضوع بالنسبه لهم غريب. يعني يقول لك ان قتلت اللاعب وعقليه اللاعب وعنده انذار، واحد يقول لك عنده انذار لازم يفهم. يفهم ايه؟ انا مش فاهم. لعيب بيحتفل مع جماهيره في الملعب، طلع على حديد، الحديد هو اللي مكسور. طب يعني هو ذنبه اللي الحديد مكسور؟ لاعب بيطالع مع جماهيره بيحتفل، لا الحديد مكسور، هو ذنبه اللي الحديد مكسور ولا ام الاستاد هو اللي غلطان؟ فالقصه صعبه. اللي حد يجي يقول لك اصل الحديد، طب الحديد هو اللي بايظ، هو الراجل يعمل ايه؟ السر والحمد لله، وانا بطمنكم برده مفيش اي حاجه حصلت على اي حد، ولا حد اتصاب حتى اي اصابه. ففي الكوره في كل حته في العالم، في كل العالم احنا بنخترع كلام. انا ماليش دعوه، حتى لو واحد اهلاوي دخل قال هقول لك يا عم هو متضايق منه. فانا مش فاهم، انا اختراع كلام؟ انتوا بتخترعوا كلام؟ يعني انتوا بتبرروا بتجيبوا السكينه اللي بنتذبح بيها فيخترع يقول لك عقليته من... يا عم ايه ده؟ فالكره ده اللي حصل زي اي بني ادم في الدنيا في العالم، جاب جون الحديد هو اللي بايظ في الاستاد، فانت تقول لي اللعيب بتاعه ده ما عندوش عقليه، اصل هو عنده انذار كان لازم ياخد بالي. يا عم يخرب بيت كده. يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ معلش لو في الواحد انفعل في اللايف اللي فات، يعني كان ناس زملكاويه صعبه بصراحه بشوف اراء غريبه يعني، بس ممكن يكون بننقل لهم الصوره يعني، ممكن ما يكونوش شايفين. خلينا نسمع. بصوا شخصية البطل، وشوفوا فريرا، وشوفوا جوستوفالدو فريرا طلع كل الناس تتدرب دلوقتي، مش بس الناس اللي كانوا الاحتياطي اللي كانوا في المباراة، الناس اللي الفريق عادي كله، النادي الجماهير دلوقتي بتنادي الكابتن أسامة زي ما انتم شايفين. مبروك يا كيال عظيم، مبروك مبروك يا جماعه، مبروك. معلش انا اسف مره تانية على الانفعال اللي فات، بس انا بيقهرني قوي ان الناس بتمسك سكينه تذبحنا احنا. دي حاجه جديده في الكوره بصراحه، يعني ما شفتش كده. الناس عايزه تبين اللي هي اعظم حاجه في الكون يا جماعه الاستاد. طب انا مالي كلاعب اللي الاستاد بايظ. فيا جماعه ما ترددوش كلام عبيط، ده كلام عبيط. انا كل لعيبه العالم في العالم كله اللي اتخلقت بتحتفل كده عادي، فريق قرب من البطولة واربعة صفر والراجل راح احتفل ما يقول للناس شكرا اللي انتوا جيتوا. فمش يا جماعة ما اتفرجوا يا جماعة على شخصية البطل اللي. ما يبقاش كل الناس عليك وفي حملة عليك، وانت كمان كجماهير نادي الزمالك الناس هيشوفوا جايين مسافة مش ممكن يعني. الناس دي سافرت 6 ساعات، استنوا في النادي قدام النادي اكتر من 6 ساعات، الناس اللي شايفينها دي استنوا جم في اكتر من 7 ساعات في الطريق، غير الكماين. الناس بتتكلم النهارده ما فيش طنبور ولا اعلام، الناس اللي قلنا لكم في حاجات انتم ما تعرفوهاش الناس دي بتعملها. النهارده مدير الكوره واللي عايز بقى يتكلم من الناس التانيه بيطلع معايا شخصيا اهو، ويدخل الحاجات ويدخل الناس ويكلم مدير الامن ويطلع على البوابه. الكلام ده قبل المباراه بربع ساعه بيطلع مدير الكوره بيدخل الامن، بيدخل الجماهير، بيدخلهم من على بوابه الغردقه، بيكلمهم من الكمائن، كل الكمائن بيتعدي. النهارده لا، لازم نقول شكرا للناس دي. حضرتك مقموص وزعلان وعندك مشكله مع الناس، انت حر في 60 دقيقه، لكن لما تشوف الكلام، لما تشوف الحقيقه وانت مش عايز تشوفها عينيك خلاص انت حر. النهارده فرقه بطوله بتجيب بطوله معاها جمهور اسطوري زي ده، الراجل بينزل. نرجع بقى للصوره تاني، الزمالك بيشتري، وانا وانتوا بتتفرجوا كده هقول لكم على الاخبار اللي حصلت في المباراه. الزمالك مدير الكوره بيطلب من الناس اللي في العمال بتاعه النادي، العمال المهمات، بخروج بين الشوطين، ومدير بيصرف فلوس بين الشطور. طب اسمعوا بقى، اسمعوا الجمهور الحقيقي يا جماعه عشان انتوا شويه. اتفضلوا اسمعوا الجمهور الحقيقي يا جماعه. عظمة الله، جمهور الزمالك هنا يا جماعة اهو. شوفوا إمام العظيم برضو.
اهو الزمالكاوي اهو 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 الزمالكاوي اهو 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 الزمالكاوي اهو صعبة يعني بصراحة. امام بس الوحيد اللي مش بيتضرر مع كده عشان امام مش هيلعب الماتش الجاي. شيكا بقى دلع بقى. امام ما بيتضررش عشان كده مش هيلعب الماتش الجاي. معلش دي كانت لازم تتصور بال معلش دي كانت لازم تتصور بالكاميرا فوقفت. شوفوا بقى بينادوا الجوزفالدو في الاخر. بصوا سعادة فيريرا. بصوا يا جماعة سعادة فيريرا. محدش اتصاب يا عالمي محدش لان السور لما وقع ربع كده محدش اتصاب ما كانش حد تحت السور اصلا. حبيب ابو زهر ربنا يكرمك كلكم اخوات يا جماعه وانا بتاسف معلش لاي حد لو حتى انا غلطت فيه انا برضو بتاسف له معلش بس انا والله العظيم الهدف يعني يمكن اتفعلت برضو حتى الناس اللي اختلفت يعني او قالت انا اسف ليهم برضو تاني وتالت. نسمع بس الناس ما تبقاش انت حضرتك سكينه تلمى كمان. طب اعرف حتى اسال الناس اللي في الاستاد شافوا اعرف لكن مش تاخد تبني رايك وتعمل بتاع. فكره حلوه قوي يا هيما. هيما يا جماعه ابراهيم نصر بيقول فكره عظيمه يعني المفروض هي بتتعمل بقى في الدوريات الاخرى يعني للزمالك ممكن يستأنف على المفروض. بس بص خلينا نتكلم بمنطق. الزمالك قرب بنسبة 90% اللي هو يحسم اللقب خلاص عشان نبقى احنا منطقيين ماشي. فالزمالك لو استأنف على حاجة زي دي وهي مش معمول بيها في مصر قبل كده وهي الحق والعدل اللي هي تتشال تمام. ممكن طبعا انتوا عارفين ان اخواتنا في الوطن ممكن يعملوا فينا ايه لو الاستئناف اتقبل مع انه استئناف طبيعي ومنطقي ولوجيك وعقلي وكل حاجة. ولكن خلينا نكمل بقى السيزون على كده. خلينا نكمل السيزون على كده علشان ربنا يكرمنا يعني وما نسمعش ممكن فيها دي دفاع 82 بيان دي. معلش يا جماعه تاني وتالت على الفعال في اللايف اللي فات دي. شوفوا بقى الاجواء. كابتن ايمن طاهر دلوقتي بيدرب حراس المرمى اللي كانوا بره سكور نديم وسيد عطيه. شايفين كابتن وهناك في خليه نحل تاني بتتدرب هناك. لا في دي شخصيه البطل. الناس دي كسبانه النهارده سكور ومحسوب عليها جون ومطلوب منها واحد في ملعب صعب لسه المنافس متعادل فيه من ما فيش من فتره قليله ورغم ذلك بيتدرب علشان المباراه القادمه ما فيش استسهال. وزي ما قلت لكم في لايف الفجر اللي كان معانا بقى في الفجر اللي في لايف الفجر اللي شاف لايف الفجر قلنا ان الزمالك معاه مدرب كبير جدا مش الحوار اللي هو الاهلي بينيمنا والاهلي مش بينيمنا مش مع الراجل ده يا جماعه. فالراجل ده معلش يعني مش هنتكلم معاه في اي حاجه. ف الف مبروك لكل الناس. تعب الناس اللي سافرت النهارده ده ما راحش هدر اللي جت المسافه الطويله دي كلها. وزي ما قلنا قبل كده حضرتك وانت قاعد في البيت مشجع عظيم واسطوري بس اعرف الناس دي بتتحمل ايه. النهارده مثلا احكي لك النهارده حصل ايه. بيقولوا يا عزيزه عزيزه بيقولوا عزيزه عزيزه الدوري رايح الجيزه او فاضي يبقى في الجيزه. خلينا الناس دي حصل لها ايه النهارده بس النهارده بس في الكمان كلها وقف كمان كلها الطنبور مش راضي يعدي كمان كلها الاعلام اللي معاهم مش راضي
كل ماتش على فكره ساعات اوقات كتير بيحصلوا حتى في الاستاد, يعني مش على فكره الترحال بس. فالناس دي محترمه يا جماعه, الناس دي تحترمها ونحط نحط يعني نحط لها تمثال في نادي الزمالك, لان دول تمام هم سبب التويست اللي حصل في الدور الثاني, هم سبب اللي احنا الوقت وصلنا له. جوزفالت وفريرا في مجلس الاداره طبعا زي ما قلنا لسه بنتكلم دلوقتي, بس المشهد بتاع ان مجلس الاداره يجيب اكثر من 200 ويدوها لهم ويبقى في انسجام من الفرقه مع الفرقه في 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 ده الروح الجديده اللي احنا حتى هنشرحها بعد كده, اللي احنا هنشرحها بالفيديوهات مصوره, اللي انت تجيب 200 كرتونه وتوزعها على الناس, غير طبعا اللي حصل في الترحال وبتاع, لكن حتى جوه الاستاد تعرف مسؤول دي الروح الواحده, روح الاسره. فاكرين لما انا في اللايف اللي قلت لكم كل زملكاوي كان مهتم للزمالك يسافر طياره بتاع الزمالك بيسافر طياره وكل حاجه كل مره, عمر الزمالك مسافر الجونه اتوبيس او هتلاقيها مره مثلا في التاريخ كله, لكن الزمالك بيسافر طياره على طول. لكن اهتمام الناس اللي انت تسافر بالطياره على طول وتتكلم في التفاصيل دي, الجمهور حاسس ان هو شريك مستثمر مع الاداره, مع اللعيبه, مستثمر بيستثمر في الفوز, بيستثمر في بطوله الدوري. هو ده المفروض الانديه الرياضيه بتعمله, في شراكه, في اداره بتاخد القرار, في لعيبه بتلعب في الملعب, في مدير فني, في مدير اداري, في مدير كوره, كل دول موجودين, لكن لازم يبقى في شراكه اللي الناس يحسوا ان هم استثمار في الفريق بتاعهم, استثمار بروحهم, استثمار بقلبهم, استثمار بمشاعرهم. فاصبح الزمالك اسره واحده, اصبح الزمالك اسره واحده. الراجل مهتم اللي هو يخلي الناس اللي جايه دي طبعا هي دي موضوع ممكن كان البعض يحس اللي هو هي, بس عمرها ما حصلت من اي اداره سابقه ولا ادارات انديه اخرى حتى, يعني مش هنقول ولا اداره الزمالك. الاحساس يا جماعه, الاحساس بالوحده, وده دايما اللي بنادي بيه من زمان, خلاص خلصنا الانتخابات وخلصنا, احساس بالوحده هو اللي بيجيب البطولات. معلش لو طولت عليكم, اجيب لكم الصوره تاني. معلش لو طولت عليكم, ان شاء الله ان شاء الله نتقابل دايما على خير ونتقابل في استادات اخرى. بيكون بنعمل جمهور الزمالك بيعمل ملحمه, بنحاول نكون نرصدها ونكون جزء من رصد الملحمه دي, لان هو ده اقل 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 دور ممكن نعمله لجماهير يعني اساطير بصراحه. دوري الجمهور قبل اي لاعب, دوري الجمهور قبل اي اداري, دوري الجمهور قبل اي مدرب. نادي الزمالك غني بولاده وبجماهيره. سلام ونتقابل على خير دايما.